اليوم الاثنين 31 من شهر مارس، وأحلى صباح عليكم وين ما كنتوا. صباحنا من أمام مبنى الـ MBC، الأجواء تجنن، أنتوا شايفين كل شيء قاعد يطير، بس شوي بدأت تهدى على حظنا. حيكون صباحنا مختلف، صباحنا مع بداية مصرية بحتة في الرسم بالرمل، في ورق البردي، في الفخار، وفي طبعا ميني أهرامات. وصبح صبح يا عم الحاج، وحتركم مع التنور على بلوان أطلع فوق. مين الحسود والحسد يكفينا شر العين؟ يا حسين يا أهل بيت نبينا خير المرسلين، نظرة يا مواش مدد يا حسين يا أهل بيت نبينا خير المرسلين. أنا درويش وماشي ماشي بنور الله، واللي ما عرب عمره في يوم ما تاب. أنا درويش وماشي ماشي ماشي بنور الله، واللي ما مع منال عريقات. يسعد صباحه.
صباح الخير لجين، وفعلا التفاعل كمان رح يكون مصري 100% معنا بعد هالفاصل، خليكم إن شاء الله. صباح القشطة، صباح الفل. أكيد بما أنه نحن بالجناح المصري، جناح المصري بدبي، الجناح المصري يعني زي ما أنتم شايفين حاسين حالنا بمصر بالأهرام، ما بعرف حاسة حالي بجو مصري مية مية. ومين رح يحكي لنا أكثر اليوم عنه؟ السيد إبراهيم جابر، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بإم بي سي. سيد إبراهيم، أنت منفذ ومنظم الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي، احكي لنا أكثر عن مشاركتكم لهاي السنة بالقرية العالمية بدبي. الجناح المصري بدبي بيشارك بشكل تنظيم شركتنا على العام الثالث على التوالي. احنا تعمدنا كل سنة ان احنا نعمل نموذج من الاجواء المصرية اللي بتناسب كل العرب وبتناسب كل زوار القرية العالمية. القرية العالمية زي ما تعرفي ان هي محفل دولي كبير، بيعتبر محفل سياحي تجاري. جناح الجناح المصري السنة دي كانت 3000 متر مربع، تم تقسيمها 1000 متر مربع محلات تجارية و1000 متر ممرات و1000 متر عبارة عن معالم سياحية تروجية لمصر. طيب كيف شفتوا التفاعل مع الناس من جنسيات مختلفة بالجناح المصري، بغض النظر يعني الجنسيات خلينا نقول خليجية أو من أي جنسية أخرى، شو كان ردة فعلهم؟ مش قادر أوصف لك مدى حب الناس ومدى تفاعلهم مع الفعاليات المصرية كانت موجودة، إن كل واحد كان بيخش الجناح المصري بيلاقي بعض الحاجات اللي تمثل مصر الفرعونية، من أول المتحف المصري كان موجود معانا السنة دي، عندنا قاعة سينما بتعرض أفلام إعلانية عن مصر وأفلام سياحية لمصر، معانا حرف يدوية زي ما حضرتك شايفة مشرفينا معانا النهاردة برضه في الاستوديو. فكل زائر بيزور الجناح المصري كأنه زار حتة من مصر، كأنه اتعرف على بعض من معالم مصر، بنديله نقله حتة من جبنا له هنا دبي بحيث إن هو يتكمل له متعة القرية العالمية، برضه متعة من داخل الجناح المصري. صحيح، وانتم يعطيكم ألف عافية، يعني زي ما احنا شايفين التنظيم رائع وأخذتوا جوائز بهالخصوص. احنا الحمد لله دي ثالث سنة على التوالي بناخد ثالث جايزة، خدنا أول جايزة أحسن جناح، أفضل فكرة ثقافية، أفضل فكرة، والسنة دي خدنا أفضل جناح بشكل عام في كل الفعاليات، سواء كان في التصميم أو الفعاليات المصاحبة أو المنتجات المشاركة والتنظيم بنفس الشيء. هو رائع كتير زي ما احنا شايفين. وهلا اسمحوا لي واسمح لي سيد ابراهيم نشوف الشباب هنا كمان، الحرف كتير حلوه، فلو بدي اخذكم معي تشوفوا عنا. اول شيء بدنا نشوف الورق البردي اللي كنا بنعرفه، ورق البردي اللي هو اصله فرعوني ومصري قديم. صباح الخير. صباح الخير. بدك تحكي لنا اول، هاي النبته اللي بايدك هي نبته البردي؟ راك فعلا نبته البردي، بتطلع على ضفاف النيل، طولها بتروح من 3 ل 5 متر. حضرتك بجيبها الاول بقطعها كده مقاسات اللي انا عايزها من عند ال 20 في 30 لحد المتر في مترين، ودي لحضرتك الاضافه اللي احنا ضفناها على القدماء المصريين، ان احنا عدنا بنصنع لحد المتر في مترين. طب ورجينا كيف بتقصها. زي ما انتم شايفين هو مجرد يعني هي الطريقه البدائيه، ولكن هي الطريقه الاساسيه اللي هي عباره عن خيط، وعم بقص شرائح رفيعه جدا من نبته البردي. طيب احكي لنا هلا بعد ما تقص احطها في الميه؟ اوكي، بحطها بالمي بتنقعها، انت قلت لي رح اجي ورا هون، بتنقعها بالمي لمده 12 ساعه حضرتك اهيت، وبعدين حضرتك ابدا ارصها اهيت كده، ابدا ارصها طول وعرض زي كده. هاي العمليه قد ايه بتاخد معك وقت لعبين ما ينشف الورق؟ يوم واحد حضرتك، يوم واحد اقدر اعمل حوالي 50 ورقه. طيب وبعد ما ترصها لازم تحطها، انا ورجتني الصخره، اروح مغطاها بالقماش عشان تحافظ عليها، وبعدين اشيلها كده واروح احطها. زي ما انتم شايفين قلنا انه هاي الصخره كتير كبيره، قد ايه بتحط هالوقت؟ اربع ساعات. اربع ساعات، كل ساعه بطلعها اغير القماشه ديت والقماشه ديت عشان تشد منها الميه، وراح تكون النتيجه مثل الورق اللي شايفينه نحن هون. هلا شكرا كثير، انت عملت لنا الورقه. هلا المرحله الثانيه اللي هو الرسم على ورق البردي، الرسم بالحبر. صباح الخير. صباح الخير محمد، صح؟
محمد احكي لي، انت شفتك عم ترسم وعم ترسم الفرعونية، خلينا نقول السيمبلز او الاشكال الفرعونية هاي، حافظها حافظ كل الاحرف؟ هي اسمها اللغة الهيروغليفية، تمام. هي كلها رموز من الطبيعة، طير، اسد، ايد، رجل، عصاية، كلها حاجات من الطبيعة. اللغة دي كانت موجودة على حجر اسمه حجر رشيد، كان موجود في منطقة اسمها دمياط، منطقة رشيد، كان اسمه روزيتا ستون، كان مكتوب بثلاث لغات، اللغة الهيروغليفية القديمة واللغة اليونانية، وفاكر رموز دي شامبليون اللي هو العالم الفرنسي. بعد كده احنا درسناها وبقينا نطبقها، ان احنا بنكتب بيها الاسامي بالفرعوني زي كده، زي مثلا اسم مريم بالفرعوني وبالانجلش. وممكن نكتب اسم حضرتك دلوقتي. طيب بده يكتب اسمي، افسر شو بيطلع اسمي؟ يعني بيطلع عصفور، ورقة، شجرة، عمود. وكل حرف من اسمي كمان ليه معنى، من المعاني دي بتشرح شخصيتك. لا هاي شكلنا بدنا قاعدة لحالنا اذا فيها شرح شخصية على السيمبلز او على الرموز. والحبر هذا بيمتص الورقة على طول وانت بتشغل؟ احكي لي، هذا الحبر بيمتص الورقة وبينشف على طول؟ ورقة بيمتص على طول، بينشف ما ياخدش ممكن دقيقتين او ثلاث دقائق. طيب انت هذا الشيء حفظته، درسته؟ احنا درسينه في كلية الاثار. بكلية الاثار. يعني هلا انت لو اخذتني على الهرم وبتشرح لي كل شيء مكتوب حاجة. طيب زي ما انتم شايفين هلا رح اترك محمد عم يكتب لي اول حرف من اسمي، طلع بومه، حرف الميم طلع بومه. فخلينا نشوف بعدين، لسه في يعني جوله ثانيه كثير حلو الشغل هنا، ولسه في عنا فخار وطين وعنا رمل. خليكم معنا، ما بدنا نحرق كل شيء فقره واحده، بنشوقكم اكثر. لجين معك. شكرا لك منال، وشكرا لضيوفنا، اكيد يعطيكم الف عافيه. Thank you.
مشاهدين راح أختم مع ضيفنا اليوم إبراهيم جابر، هو مسؤول الجناح المصرفي للقرية العالمية، ويسعد صباحك ومساك مرة ثانية طبعا بالمايك عشان بالضبط الله يخليك. حنحكي أكثر عن السياحة في مصر، يعني إحنا بنعرف طبعا جراء الأحداث والوضع السياسي اللي بصير في مصر بدأت السياحة بعض يعني القليل فيها ركود، ولكن إلى أي مدى لما بتعملوا مثل هذه الأجنحة بالخارج ممكن تساهم في إنعاش السياحة داخل مصر؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا، لأن هو لو بيعرب على الهدف الأساسي بكل الفعاليات اللي بنعملها. ده سؤال مهم جدا لان هو فعلا بيعبر عن الهدف الاساسي فعلا احنا عملناها في جنسي. احنا بنوري السائح الموجود او بنوري الزوار نموذج من بعض السياحه المصريه الموجوده، بعض الحركه الفرعونيه، حاجات سياحيه موجوده في مصر، اماكن سياحيه موجوده في مصر، بنقلها هنا لدبي حتى يكون قريبه من عرف عليها عن قرب، وفي نفس الوقت بندعو السياح العرب من خلال برنامج صباح العرب ان احنا صباح الخير يا عرب، ان احنا يزوروا مصر، عشان طبعا مصر بقى لها فتره كتيره جدا بتعاني من تدخل. احنا دلوقتي بنقول لهم فرصة ان مصر ان شاء الله الفترة اللي جاية فترة تكون فترة امنة. مصر ان شاء الله مستنياكم في الصيف الجاي تنوروا مصر وتكونوا في اي وقت. طبعا يعني بكل امانة سيد ابراهيم، لكل محبين مصر دائما بيقول لك انه اشتقنا لمصر، وحشتنا مصر، ودنا نروح، بس هم يبغوا يطمنوا ويتأكدوا كيف الاوضاع الحالية. فاذا كمان بنتكلم اكثر عن الاقسام الثانية، يعني احنا شفنا هذا جزء بسيط من الجناح المصري، ولكن كمان في اجزاء ثانية او اقسام ثانية ما هي موجودة، مثل قسم الاكل المصري الرائع اللي احنا اليوم طلبنا كشري. طبعا انت لو تاخدي بالك من شغلنا في الجناح المصري كله هنا، احنا بنحاول نعمل حاجة اسمها الفول كونسبت على بعض، يعني بمعنى ذلك ان الزائر مجرد ما بيخش الجناح المصري بيلاقي الديكور المصري من بره، ديكور المصري في الممرات، بعض الملابس المصرية والمنتجات المصرية، ولازم طبعا نكملها بالاكلات المصرية زي ما اتفضلتي وقلتي. احنا بنحاول نوصل لكل زائر موجود او كل زائر بيزور القرية العالمية ان انت فعلا في اجواء مصرية متكاملة في كل شيء، من اول الاكل المصري الى المنتج المصري الى الفعاليات المصرية المتكاملة، وده فعلا بيؤدي الى استمتاع كامل لكل الناس بتحب مصر وتحب تعيش اجواء مصر بالكامل زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي كده، بالكشري المصري وبعض الحمام المصري والاكلات المصرية. مش عايزين نشهي الناس او نفتح نفس الناس على الصبح طبعا من خلال برنامجك، ولكن فعلا احنا بندعوهم ان هم يتناولوا كل الاكلات المصرية من خلال تواجدهم في مصر الفترة الجاية ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله مصر الفترة الجاية تكون امنة، ومصر الفترة الجاية تستقبلهم بكل حب وود ان شاء الله. انا ما اعرف المايك الثاني شغال ولا لا، طيب حنبدل المايك علشان شكرا يعطيك الف عافيه تفضل. طيب حنتكلم كمان عن المهن الموجوده هنا زي الفخار،
هل في اقبال كثير على شراء الفخار من قبل السواح والزوار؟ هو الهدف منه مش هدف البيع، ولكنه هدف ان احنا بنعرض بعض الحرف الادويه اللي بدات ان هي تندثر، او ان هي نلاقي احياء مره ثانيه للحرف الشعبيه اللي موجوده من ايام الفراعنه موجوده في مصر. وطبعا مفيش بيت ما عندوش اواني فخاريه او كان يستخدم اواني فخاريه. الجيل الجديد من الشباب او من الاطفال ما يعرفوش كيف صناعه الفخاريات واهميتها بالنسبه للصحه، حتى كمان دلوقتي اثبتوا ان هي صحيه جدا. نعم. عن الاشياء الحديثه المستخدمه، وهنا من خلال العرض اللي احنا بنشوفه دلوقتي بنوري للناس ازاي ان هي تم تصنيعها من طين، وبعدين بتبقى بشكل زي ما حضرتك شايفه كده بشكل ما، سواء كان شكل اواني. نعم. او شكل مختلف، وبعدين بتخش طبعا الفرن عند درجه حراره كام محمود؟ الحديد عشان تتحول طبعا لشيء سوليد او شيء جاف بعد كده، نقدر الناس تستخدمها في اكثر من شيء معين. ممتاز. طيب محمود خبرني، كم صار لك وانت بتعمل فخار؟ يعني بقالي 10 سنين ما شاء الله. وعاملها بانك انت فعلا بحب ولا خوفا من الاندثار؟ بحب ووراثه عن والدي. حلو، يعني تورثت عن والدك، كمان ممكن تورث لاولادك؟ تمام ان شاء الله، عشان برضو يعني تفضل في الاجيال ما تنكرتش ان شاء الله، تفضل مستمره مع الوقت والسنين. حلو، يعطيك الف عافيه. تحمست بعد الهواء، حجي وتعلمني كيف ممكن اعمل واحده بنفسي. شكرا. طيب سيد ابراهيم، ننتقل كمان لتبع الرمل. اتفضل. برضه تبع الرمل، الرمل طبعا من الحاجات الموجوده في الصحراء المصريه مختلفه، ودايما احنا بنحاول نعملها بشكل يكون فيه فن اكتر، ان هو بيحاول يعمل حاجه تخص الاهرام المصريه او اسم الشخص الضيف، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يبدع زي ما حضرتك شايفه كده. فيه صلاته في شكل عباره عن يعني قطع زجاجيه صغيره جدا، ولكنه بيحولها لقطعه فنيه من خلال الرمل المصري، من خلال الديكورات المصري. طبعا هو يقدر يكلمنا اكتر عن مهنته ويشرح لنا اكتر للجمهور مدى اهميتها. اول حاجه تعرف على اسمك. علاء غزاله فنان. علاء، يعطيك الف عافيه. اول شيء واضح انه هذا بيحتاج فن ودقه كثير عاليه، خلال كم تعلمت هذه الشغلانه؟ انا تعلمتها فندم في سنه بالضبط. ما شاء الله. طيب وايش الاشياء اللي ممكن تعملها وايش اصعب شيء؟ هو فندم اصعب حاجه بتبقى في اولها، لكن بعد كده كل حاجه بتبقى سهله بالنسبه لنا. وبعد كده فندم الحاجه دي عشان تتعلميها لازم يكون في دماغك هوايه ان انت تتعلميها، بس بتاخد فتره على ما تتعلميها. طيب وبتطبق اللي تعلمته بالضبط ولا كمان ابتكرت اشياء جديده من عندك؟ فندم انا كل ما مثلا ما اشوف اي حاجه قدامي بتعلمها مره واثنين، ما طلعتش اول مره صح بتطلع ثاني مره او ثالث مره صح. بس بتحتاج اكيد حب وهوايه من الداخل كمان ليها. صح يا فندم، انا يعني اي حد مثلا بيجي يقول لي مثلا عاوز الشعار اي حاجه يا فندم من اول مره او من ثاني مره برضه بتيجي يا فندم. حلو. طيب كم من الوقت بتستغرق معك؟ ممكن يا فندم ربع ساعه بالكثير. صح. حتى لو كان حجمها كبير؟ حتى لو حجمها كبير. طب حلو، يعطيك الف عافيه عن جد. شكرا. وهذا الفن كثير حلو انك فيك تكتب فيه، فيك ترسم فيه، ومثل ما احنا شايفين مشاهدينا هذا البعض موجودين هنا. طيب كلمة أخيرة حب سيد إبراهيم توجهها كمان لمشاهدينا، وكم باقي على القرية العالمية والجناح المصري تحديدا للي حابين يزوروه؟ أنا بوجه كلمة لكل مشاهدين برنامج صباح الخير يا عرب بزيارة الجناح المصري بالقرية العالمية. احنا إن شاء الله بنختم الجناح في 12/4 بإذن الله. بتكون فرصة ان هم يشوفوا الكلام ده كله على الواقع، بيشوفوا فرصة ان هم يتفاعلوا مع الحرف اليدوية ومع الجمهور. عندنا متحف مصري متميز جدا، نموذج متحف فرعوني. عندنا بعض الحاجات المتميزة اللي ممكن ما نقدرش نجيبها معانا هنا النهاردة، ولكنهم عندهم فرصة يزوروها. ده بالنسبة لجمهور الخير العالمية وزوار الخير العالمية. بالنسبة للبرنامج صباح الخير العرب ومشاهدينه من جميع أنحاء العالم والعرب، ندعوهم لزيارة مصر الفترة اللي جاية، وندعوهم ان هم يستمتعوا بالأجواء المصرية ان شاء الله فترة الصيف، ويشرفونا بإذن الله في مصر ان شاء الله. شكرا لك جزيلا سيد إبراهيم جابر. انا هاخد الطربوش اختم فيه. طبعا الطربوش كده مع المايك يعني زاد جمال اكتر. طبعا شكرا ليك، شكرا لكل التجهيزات اللي تعبتوا عليها من البارح وانتم بتحضرون لنا فيها مخصوص عشان هذا اليوم. شكرا جزيلا، وايضا شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه. يومكم سعيد والى اللقاء، مع السلامه.
شوي راح نقول مع منال عريقات. يسعد صباحه. صباح الخير لجين، وفعلا التفاعل كمان راح يكون مصري 100% معنا بعد هالفاصل، خليكم ان شاء الله. صباح القشطة، صباح الفل. أكيد بما أنه نحن بالجناح المصري، جناح المصري بدبي، الجناح المصري يعني زي ما أنتم شايفين حاسين حالنا بمصر بالأهرام، ما بعرف حاسة حالي بجو مصري 100%. ومين رح يحكي لنا أكثر اليوم عنه؟ السيد إبراهيم جابر. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بـ MBC. سيد إبراهيم، أنت منفذ ومنظم الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي، احكي لنا أكثر عن مشاركتكم لهاي السنة بالقرية العالمية بدبي. الجناح المصري بدبي بيشارك بشكل تنظيم شركتنا على العام الثالث على التوالي. احنا تعمدنا كل سنة ان احنا نعمل نموذج من الـ الاجواء المصريه اللي بتناسب كل العرب وبتناسب كل زوار القريه العالميه. القريه العالميه زي ما تعرفي ان هي محفل دولي كبير، بيعتبر محفل سياحي تجاري. جناح الجناح المصري السنه دي كانت 3000 متر مربع، تم تقسيمها 1000 متر مربع محلات تجاريه و1000 متر ممرات و1000 متر عباره عن معالم سياحيه ترويجيه لمصر. طيب كيف شفتوا التفاعل مع الناس من جنسيات مختلفة بالجناح المصري، بغض النظر يعني الجنسيات خلينا نقول خليجية أو من أي جنسية أخرى، شو كان ردة فعلهم؟ مش قادر أوصف لك مدى حب الناس ومدى تفاعلهم مع الفعاليات المصرية كانت موجودة، إن كل واحد كان بيخش الجناح المصري بيلاقي بعض الحاجات اللي تمثل مصر الفرعونية، من أول المتحف المصري كان موجود معانا السنة دي، عندنا قاعة سينما بتعرض أفلام إعلانية عن مصر وأفلام سياحية لمصر، معانا حرف يدوية زي ما حضرتك شايفة مشرفينا معانا النهاردة برضه في الاستوديو، فكل زائر بيزور الجناح المصري كأنه زار حتة من مصر، كأنه اتعرف على بقى على من معالم مصر، بنديله ننقل له حتة من جبناه له هنا دبي بحيث إن هو يتكمل له المتعة من القلعة العالمية برضه متعة من داخل الجناح المصري. صحيح، وأنتم يعطيكم ألف عافية، يعني زي ما نحن شايفين التنظيم رائع وأخذتوا جوائز بهالخصوص. احنا الحمد لله دي ثالث سنة على التوالي بناخد ثالث جايزة، خدنا أول جايزة أحسن جناح أفضل فكرة ثقافية أفضل فكرة، والسنة دي خدنا أفضل جناح بشكل عام في كل الفعاليات، سواء كان في التصميم أو الفعاليات المصاحبة أو المنتجات المشاركة والتنظيم نفس الشيء. هو رائع كتير زي ما نحن شايفين. وهلا اسمحوا لي واسمح لي سيد إبراهيم، نشوف الشباب هنا كمان، الحرف كتير حلوة، فلو بدي أخذكم معي تشوفوا عنا. أول شيء بدنا نشوف الورق البردي اللي كنا بنعرفه، ورق البردي اللي هو أصله فرعوني ومصري قديم. صباح الخير. صباح الخير. بدك تحكي لنا أول، هاي النبتة اللي بإيدك هي نبتة البردي؟ رك فعلا نبتة البردي بتطلع على ضفاف النيل، طولها بتروح من 3-5 متر. حضرتك بجيبها الاول بقطعها كده مقاسات اللي انا عايزها من عند ال 20 في 30 لحد المتر في مترين، ودي لحضرتك الاضافه اللي احنا ضفناها على القدماء المصريين، ان احنا عدنا بنصنع لحد المتر في مترين. طب ورجينا كيف بتقصها. زي ما انتم شايفين هو مجرد يعني هي الطريقه البدائيه، ولكن هي الطريقه الاساسيه اللي هي عباره عن خيط، وعم بيقص شرائح رفيعه جدا من نبته البردي. طيب احكي لنا هلا بعد ما تقص احطها في الميه. اوكي، بحطها بالمي بتنقعها، انت قلت لي رح اجي ورا هون، بتنقعها بالمي لمده 12 ساعة. حضرتك اهيت، وبعدين حضرتك ابدا ارصها اهيت كده، ابدا ارصها طول وعرض زي كده. هاي العملية قد ايه بتاخذ معك وقت لعبين ما ينشف الورق؟ يوم واحد. حضرتك يوم واحد اقدر اعمل حوالي 50 ورقة. طيب وبعد ما ترصها لازم تحطها، انا ورجتني الصخرة، اروح مغطاها بالقماش عشان تحافظ عليها، وبعدين اشيلها كده واروح ارد احطها. زي ما انتم شايفين قلنا انه هاي الصخره كثير كبيره، قد ايه بتحطها الوقت؟ اربع ساعات. حضرتك اربع ساعات، كل ساعه بطلعها اغير القماشه ديت والقماشه ديت عشان تشد منها الميه، وراح تكون النتيجه مثل الورق اللي شايفينه نحن هون. هلا شكرا كثير، انت عملت لنا الورقه. هلا المرحله الثانيه اللي هو الرسم على ورق البردي، الرسم بالحبر. صباح الخير. صباح الخير. محمد صح؟
محمد احكي لي، انت شفتك عم ترسم وعم ترسم الفرعونية، خلينا نقول السيمبلز او الاشكال الفرعونية هاي، حافظها حافظ كل الاحرف؟ كل الحرف، هي اسمها اللغة الهيروغليفية، تمام، هي كلها رموز من الطبيعة، طير، اسد، ايد، رجل، عصاية، كلها حاجات من الطبيعة. اللغة دي كانت موجودة على حجر اسمه حجر رشيد، كان موجود في منطقة اسمها دمياط، منطقة رشيد، كان اسمه روزيتا ستون، كان مكتوب بثلاث لغات، اللغة الهيروغليفية القديمة واللغة اليونانية، وفك الرموز دي شامبليون اللي هو العالم الفرنسي. بعد كده احنا درسناها وبقينا نطبقها ان احنا بنكتب بيها الاسامي بالفرعوني، زي كده، زي مثلا اسم مريم بالفرعوني وبالانجلش. وممكن نكتب اسم حضرتك دلوقتي؟ طيب بده يكتب اسمي، ابصر شو بيطلع اسمي، يعني بيطلع عصفور، ورقه، شجره، عمود. وكل حرف من اسمي كمان ليه معنى، من المعاني دي بتشرح شخصيتك. لا هاي شكلنا بدنا قعده لحال اذا فيها شرح شخصيه على السيمبلز او على الرموز. والحبر هذا بيمتص الورقه على طول، وانت بتشتغل احكي لي، هذا الحبر بيمتص الورقه وبينشف على طول؟ ورق بيمتص على طول، بينشف ما ياخدش ممكن دقيقتين او ثلاث دقائق. طيب انت هذا الشيء حفظته، درسته؟ احنا درسينه في كليه الاثار. بكليه الاثار، يعني هلا انت لو اخذتني على الهرم وبتشرح لي كل شيء مكتوب حاجه. طيب زي ما انتم شايفين هلا رح اترك محمد عم يكتب لي اول حرف من اسمي، طلع بومه، حرف الميم طلع بومه، فخلينا نشوف بعدين. لسه في يعني جوله ثانيه، كثير حلو الشغل هنا، ولسه في عنا فخار وطين وعنا رمل. خليكم معنا، ما بدنا نحرق كل شيء فقره واحده، بنشوقكم اكثر. لجين معك. شكرا لك منال، وشكرا لضيوفنا اكيد، يعطيكم الف عافيه. We'll be right back.
مشاهدين، راح أختم مع ضيفنا اليوم إبراهيم جابر، هو مسؤول الجناح المصري في القرية العالمية. ويسعد صباحك ومساك مرة ثانية، طبعا بالمايك عشان بالضبط. الله يخليك. حنحكي أكثر عن السياحة في مصر. يعني إحنا بنعرف طبعا جراء الأحداث والوضع السياسي اللي بصير في مصر، بدأت السياحة بعض يعني يمكن فيها ركود، ولكن إلى أي مدى لما بتعملوا مثل هذه الأجنحة بالخارج ممكن تساهم في إنعاش السياحة داخل مصر؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا، لأن هو لو بيعرب على الهدف الأساسي بكل الفعاليات اللي بنفعل. ده سؤال مهم جدا، لان هو فعلا بيعبر عن الهدف الاساسي فعلا احنا عملناها في جنسي. احنا بنوري السائح الموجود او بنوري الزوار نموذج من بعض السياحه المصريه الموجوده، بعض الحضاره الفرعونيه، حاجات سياحيه موجوده في مصر، اماكن سياحيه موجوده في مصر، بنقلها هنا لدبي حتى يكون قريبه من نتعرف عليها عن قرب. وفي نفس الوقت بندعو السياح العرب من خلال برنامج صباح العرب، ان احنا صباح الخير يا عرب، ان احنا يزوروا مصر. عشان طبعا مصر بقى لها فتره كتيره جدا بتعاني من البلد. احنا دلوقتي بنقول لهم فرصه ان مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه فتره تكون فتره امنه. مصر ان شاء الله مستنياكم في الصيف الجاي تنوروا مصر وتكونوا في اي وقت. طبعا يعني بكل امانه سيد ابراهيم، لكل محبين مصر دائما بيقول لك انه اشتقنا لمصر، وحشتنا مصر، ودنا نروح، بس هم يبغوا يطمنوا ويتاكدوا كيف الاوضاع الحاليه. فاذا كمان بنتكلم اكثر عن الاقسام الثانيه، يعني احنا شفنا هذا جزء بسيط من الجناح المصري، ولكن كمان في اجزاء ثانيه او اقسام ثانيه ما هي موجوده، مثل قسم الاكل المصري الرائع اللي احنا يوم طلبنا كشري.
طبعا انت لو تاخدي بالك من شغلنا في الجناح المصري كله هنا، احنا بنحاول نعمل حاجه اسمها الفول كونسبت على بعض. يعني بمعنى ذلك ان الزائر مجرد ما بيخش الجناح المصري بيلاقي الديكور المصري من بره، ديكور المصري في الممرات، بعض الملابس المصريه والمنتجات المصريه، ولازم طبعا نكملها بالاكلات المصريه زي ما اتفضلتي وقلتي. احنا بنحاول نوصل لكل زائر موجود او كل زائر بيزور خلال العالميه ان انت فعلا في اجواء مصريه متكامله في كل شيء، من اول الاكل المصري الى المنتج المصري الى الفعاليات المصريه المتكامله، وده فعلا بيؤدي الى استمتاع كامل لكل الناس بتحب مصر وتحب تعيش اجواء مصر بالكامل زي ما حضرتك اتفضلت قلت كده، بالكشري المصري وبعد الحمام المصري والاكلات المصريه. مش عايزين نشهي الناس او نفتح بس الناس على الصبح طبعا من خلال برنامجك، ولكن فعلا احنا بندعوهم ان هم يتناولوا كل الاكلات المصريه من خلال تواجدهم في مصر الفتره الجايه ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله مصر الفتره الجايه تكون امنه، ومصر الفتره الجايه تستقبلهم بكل حب وود ان شاء الله. انا ما اعرف المايك الثاني شغال ولا لا، طيب حنبدل المايك علشان شكرا يعطيك الف عافيه تفضل. طيب حنتكلم كمان عن المهل الموجوده هنا زي الفخار، هل في اقبال كثير على شراء الفخار من قبل السواح والزوار؟ هو الهدف منه مش هدف البيع، ولكنه هدف ان احنا بنعرض بعض الحرف اليدويه اللي بدات ان هي تندثر، او ان هي لما نلاقي احياء مره ثانيه للحرف الشعبيه اللي موجوده من ايام الفراعنه موجوده في مصر. وطبعا مفيش بيت ما عندوش اواني فخاريه او كان يستخدم الاواني الفخاريه. الجيل الجديد من الشباب او من الاطفال ما يعرفوش كيف صناعه الفخاريات واهميتها بالنسبه للصحه، حتى كمان دلوقتي اثبتوا ان هي صحيه جدا عن الاشياء الحديثه المستخدمه. وهنا من خلال العرض اللي احنا بنشوفه دلوقتي بنوري للناس ازاي تم تصنيعها من طين، وبعدين بتبقى بشكل زي ما حضرتك شايفه كده بشكل ما، سواء كان شكل اواني او شكل مختلف، وبعدين بتخش طبعا الفرن عند درجه حراره كام محمود؟ درجه حراره الحديد عشان تتحول طبعا لشيء صلد او شيء جاف بعد كده، نقدر بس نستخدمها في اكثر من شيء معين. ممتاز. طيب محمود خبرني كم صار لك وانت بتعمل فخار؟ يعني بقى لي 10 سنين ما شاء الله. وعاملها بانك انت فعلا بحب ولا خوفا من الاندثار؟ بحب ووراثه عن والدي. حلو، يعني توارثت عن والدك، كمان ممكن تورثها لاولادك؟ تمام ان شاء الله، عشان برضو يعني تفضل في الاجيال ما تنكرتش ان شاء الله، تفضل مستمره مع الوقت والسنين. حلو، يعطيك الف عافيه. تحمست بعد الهواء، حجي وتعلمني كيف ممكن اعمل واحده بنفسي. شكرا. طيب سيد مهن، ننتقل كمان لتبع الرمل. تفضل. برضه تبع الرمل، الرمل طبعا من الحاجات الموجوده في الصحراء المصريه مختلفه، ودايما احنا بنحاول نعملها بشكل يكون فيه فن اكتر ان هو بيحاول يعمل حاجه تخص الاهرام المصريه او اسم الشخص الضيف، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يبدع زي ما حضرتك شايفه كده في صناعتها بشكل عباره عن يعني قطعه زجاجيه صغيره جدا، ولكنه بيحولها لقطعه فنيه من خلال الرمل المصري من خلال الديكورات المصري. طبعا هو يقدر يكلمنا اكتر عن مهنته ويشرح لنا اكتر للجمهور مدى اهميتها. اول حاجه نتعرف على اسمك. علاء غزاله فنان. علاء يعطيك الف عافيه. اول شيء واضح انه هذا بيحتاج فن ودقه كثير عاليه، خلال كم تعلمت هذه الشغلانه؟ انا تعلمتها فندم في سنه بالضبط. ما شاء الله. طيب وايش الاشياء اللي ممكن تعملها وايش اصعب شيء؟ هو فندم اصعب حاجه بتبقى في اولها، لكن بعد كده كل حاجه بتبقى سهله بالنسبه لنا. وبعد كده فندم الحاجه دي عشان تتعلميها لازم يكون في دماغك هوايه ان انت تتعلميها، بس بتاخد فتره على ما تتعلميها. طيب وبتطبق اللي تعلمته بالضبط ولا كمان ابتكرت اشياء جديده من عندك؟ فندم انا كل ما مثلا ما اشوف اي حاجه قدامي بتعلمها مره واثنين، ما طلعتش اول مره صح بتطلع ثاني مره او ثالث مره صح. بس بتحتاج اكيد حب وهوايه من الداخل كمان ليها. صح فندم، انا يعني اي حد مثلا بيجي يقول لي مثلا عاوز الشعار اي حاجه فندم من اول مره او من ثاني مره برضه بتيجي يا فندم. حلو. طيب كم من الوقت بتستغرق معك؟ ممكن يا فندم ربع ساعه بالكثير. صح. حتى لو كان حجمها كبير؟ حتى لو حجمها كبير. طب حلو، يعطيك الف عافيه عن جد. شكرا. وهذا الفن كثير حلو انك فيك تكتب فيه، فيك ترسم فيه، ومثل ما احنا شايفين مشاهدينا هذا البعض موجودين هنا. طيب كلمة أخيرة حب سيد إبراهيم توجهها كمان لمشاهدينا وكم باقي على القرية العالمية والجناح المصري تحديدا للي حابين يزورون. أنا بوجه كلمة لكل مشاهدين برنامج صباح الخير يا عرب بزيارة الجناح المصري بالقرية العالمية. احنا إن شاء الله بنختم الجناح في 12/4 بإذن الله.
بتكون فرصه ان هم يشوفوا الكلام ده كله على الواقع، بيشوفوا فرصه ان هم يتفاعلوا مع الحرف اليدويه ومع الجمهور. عندنا متحف مصري متميز جدا، نموذج متحف فرعوني. عندنا بعض الحاجات المتميزه اللي ممكن ما نقدرش نجيبها معانا هنا النهارده، ولكنهم عندهم فرصه يزوروها. ده بالنسبه للجمهور الخيال العالميه وزوار الخيال العالميه. بالنسبه للبرنامج صباح الخير العرب ومشاهدينه من جميع انحاء العالم والعرب، ندعوهم لزياره مصر الفتره اللي جايه، وندعوهم ان هم يستمتعوا بالاجواء المصريه ان شاء الله فتره الصيف، ويشرفونا باذن الله في مصر ان شاء الله. شكرا لك جزيلا سيد ابراهيم جابر. انا هاخد الطربوش اختم فيه. طبعا الطربوش كده مع المايك يعني زاد جمال اكتر طبعا. شكرا ليك، شكرا لكل التجهيزات اللي تعبتوا عليها من البارح وانتم بتحضرون لنا فيها مخصوص عشان هذا اليوم. شكرا جزيلا، وايضا شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه. يومكم سعيد، والى اللقاء. مع السلامه.